بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 35 بعد 105 على 1. كانوا إذا أخذ طلب 500 مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقها، مع ذلك كانوا يعطون 500 لا أكثر. أما إذا كان الطلب 1000 وزيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد 500، لأن هذا باب أغلق. لماذا أغلق؟ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي أنه صدقت قرض دينارين صدق الدينار، مو هذا كان المقصود. نحن ما اطلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا. فانظروا بعدنا إلى الآثار، لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لأنه ما كان لوجه الله، إنما كان لوجه الدعاية أن البنك الإسلامي في عنده قرض حسن، حتى يكون ذلك القرض الحسن سببا لجلب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللافتة، البنك الإسلامي. فلما شعروا بأن الزبائن كثروا، ما عاد في حاجة بقى أنه يتموا مستمرين في باب القرض الحسن، مثل ما بيقولوا عنا بالشام، بيضربوا المثل لبعض الناس المغرضين: تميت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي. فهذا القرض كان دعاية. ولذلك الآن إذا بدك تستقرض 500 دينار كما كانوا من قبل يقرضون، الآن ما فيها القرض، بيقولوا لك شو بدك؟ والله بدي أنا مثلا كذا طن حديد أو شمينتا أو لآخره. روح أنت خذ اللي بدك إياه ونحن ندفع لك. البنك شو بيساوي بقى؟ لو فرضنا أن الطن من الحديد يساوي مثلا 100 دينار، بسم الله، 100 دينار نقدا، أما بالتقسيط كمان التجار واقعين في المشكلة، أما بالتقسيط فمية وعشرة أو 20 على حسب البضاعة. بيروح البنك الإسلامي بيدفع 100 وبيسجل على الشاري 110، هل 10 زيادة مقابل إيش؟ مقابل القرض؟ لا شيء أبدا. البنك الإسلامي في هذه الحالة حاله أسوأ من التاجر. التاجر عم يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، وذكرنا حديثين آنفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك ويعتبر الزيادة ربا، مع أنه فعلا باع. أما البنك لا باع ولا اشترى، كل ما في الأمر أنه توسط في دفع المال. فبدل أن يعطي البنك ثمن الطن من الحديد مثلا، هل هو 100 دينار للمحتاج يعطيها لأيده، ما بيعطي لأيد الشاري، بيقول له أنت روح خذ من التاجر ونحن بنتحاسب مع التاجر. لماذا؟ لأنه إذا بدي أعطيه لإيده 100
ويسجل 110 هذا ربا، هذا مكشوف. وهن جماعة متدينين ما بدهم يقعوا فيما هو ربا، عينك كنت عينك كما يقولون. إذن بالدورة واللفتي بالدوبلي، روح أنت خذ حاجتك وما عليك. راح أخذ حاجته، فبدل ما يسجلوا نفس القيمة 100 دينار بيسجلوا عليه 110 105 مش مهم النسبة، المهم الزيادة التي هي ربا في نص الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن تمام المخالف للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة بالمرابحة. يا أخي أنت ما لك شاري ولا بايع، وين الربح؟ الربح فقط مقابل هذا القرض هل درت عليه، ما سلمت ليدك وإنما سلمت ليد البائع التاجر وأخذت من المشتري الزيادة مقابل القرض الحسن. المسألة واضحة جدا، ولا أدري لماذا الناس في غفلتهم ساهون. ما في فرق بين، نتصور نحن الآن الصورة التالية، أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر هل ببيع شمينتة أو حديد أو سيارة أو برات ثلاجة أو أي شيء، بيجي بيقول لي قرضني 100 دينار، بقول له أنا ليش؟ والله بدي اشتري مثلا جهاز أو حديد أو هلي هو، يروح أنت اشتري من عن صاحبنا هون وأنا بدفع عنك، جزاك الله خير. أنا دفعت للتاجر 100 وأخذت منه 110، هذا حلال. أما إذا أعطيته 100 قلت له روح اشتري أنت من عنده وتفعله بإيدك وأخذت منه 110، هذا حرام. شو الفرق بين الصورتين يا جماعة؟ ما في فرق إطلاقا، دورة ونفسي وهذا أمر وخيم جدا في الشرع، لأن هذا فعل اليهود بنص القرآن وبنص السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قصة أهل السبت اليهود حينما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ما صبروا على حكم الله عز وجل. ربنا قال في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال تعالى: بالنسبة لنا وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا أحل لكم صيد البر والبحر. وكذلك كانوا اليهود يصطادون الأسماك في البحار. فبظلم من اليهود قال الله لهم: لا تعملوا يوم السبت. وهذا الحكم ماشي عند اليهود إلى اليوم، لكن مع الاحتيال، لأنه هي طبيعة اليهود. فأنتم بتعرفوا عندهم عطلة يوم السبت ما في عمل. فالذين كانوا في ذاك الزمان، زمن موسى عليه الصلاة والسلام، الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق، قال له: لا تعملوا، لا تصطادوا يوم السبت. فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم، بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليهم الجشع والطمع المادي الذي يضرب بهم المثل. فماذا فعلوا؟ مشان يصطادوا، لكن يقال في الظاهر ما اصطادوا، فجاءوا إلى الخلجان التي كانت تأتيهم الأسماك
والحيتان كما في القرآن شرعا بالألوف بالأطنان. والسبب تعليل هذه الظاهرة الحيوانية يشيرنا بأن الله عز وجل كما قال بحق القرآن الكريم: أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الأسماك إلى طريق التأمين حياتها بالغذاء. يوم كان اليهود يعملون يوم السبت ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شرعا جماهير جماعات إلى الخلجان، لأنه كان هناك في صيد، كان في هناك عمل اضطرابي من البشر، فكان وين يروحوا؟ لا وسط البحار. وإلى الآن نشوف نحن كيف الصيادين بيدخلوا في القوارب وبيلقوا الشباك وين؟ في البحار، لأنه في الأطراف قل ما تأتي الحيتان، لأنه صحيح حيوانات لكن يعرفوا كمان مصلحتهم. هون في إيذاء بيبعدوا عنه. فلما اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت صارت الحيتان تأتيهم بالأطنان، لوين؟ للخلجان اللي يصطادوا فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام. طارت قلوب اليهود جشعا فما صبروا على حكم الله، فماذا فعلوا يوم السبت؟ سدوا الخلجان بالشباك وبس. هدول ما اصطادوا يوم السبت، ما اصطادوا، لكن صباح الأحد وجدوا أطنان محصورة هناك فعوضهم ما فاتهم يوم السبت. فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك ما اصطادوه يوم السبت حقيقة لغة، وضعوا الشباك لكن ما اصطادوا، ما حصلوا الأسماك لكن حصلوها يوم الأحد. إذن كل الدروب الطاحون هم وصلوا إلى ما حرم عليهم بطريق نصب الشباك أمام الخلجان، بحيث أنه صباح يوم الأحد ما في حيل الأسماك يروحوا لعرض البحار فأخذوها بالأطنان فلعنوا. هذا نوع من حيل اليهود. النوع الثاني، وفيه أيضا تذكير المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الأولون من اليهود وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. الشحم حلال، لكن بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لما حرم الله عليهم العمل يوم السبت عرفتوا شو احتالوا على هذا التحريم، فاستباحوا ما حرم الله بأدنى الحيلة. ثم حرم الله عليهم أنهم إذا ذبحوا الحيوانات المأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر، طبعا هذه فيها شحوم، فكان شرعا لا يجوز لهم أن ينتفعوا بهذه الشحوم. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها حتى سالت وأخذت شكلا خاصا كما تعلمون، وجمد بعد ما أنزل من النار وصاروا يبيعوا. شو عم يبيعوا هذول؟ على فكرة ما عم يبيعوا الشحم اللي الله حرمه. ليش؟ لأنه تغير الشكل. لذلك نحن نقول تغيير الشكل من أجل الأكل، وإلا هو نفسه الشحم اللي الله حرمه هو بكل خواصه
الكيميائية كما يقولون اليوم، وكذلك في كل خواص الشرعية، لكن الشكل تغير. فهل هذا الشكل يغير الحكم الأصلي في الشرع؟ الجواب لا، لأن العبرة بالخواتيم. شو الفائدة من تغيير الشكل وهو لا يزال إيش؟ شحمان. فهو إذا محرم فاحتالوا على ما حرم الله. ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الأسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهناك حديث في سنن الترمذي تتم لهذا الحديث رهيب جدا، يقول: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وانتم بتشوفوا الآن بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليد الكفار من الذكور الإناث، بحيث أن الإنسان لا يكاد يصدق ماذا يروى اليوم من تقليد المسلمين للكافرين. هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، إلى آخر الحديث. هذه المصائب التي نقعها أو نصفها الآن من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه استحلال الربا، له بعض الصور التي كانت تقع قديما ولا تزال بعضها حتى اليوم. بعضها يقع باسم الشرع، وهذا الذي يجب عليه أن ننبه عليه. لابد أنكم سمعتم جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيش. تعرفون هيك شيء؟ عندكم هيك شيء؟ لا، هذاك الحديث بيجي معنا. شو هي التجحيشة؟ هو عمل اليهود لف دوران على استحلال ما حرم الله. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كل مسلم يجب أن يتذكر، بل أن يعلم، أن الله عز وجل إذا أباح شيئا وحرم شيئا فهو لحكمة بالغة تعود فائدتها إلى الأمة. فإذا جعل الطلاق مرتين طلاق رجعي، يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته بالطلاق الأول أن يراجعها غصبا عنها، وإذا طلقها الطلقة الثانية بجوز أن يراجعها غصبا عنها، وذلك بشرط العدة في أثناء العدة. لكن إذا طلقها الثالثة خلاص سمحنا لك أول مرة إذا طلقتها ترجعها، سمحنا لك ثاني مرة إذا طلقتها أنك ترجعها. أما الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شو معنى الآن أنه يقوم بعض الناس يتعاطوا التحليل
ويستعيروا تيس سماه الرسول عليه السلام ونعمة التسمية بالنسبة للتيوس هذول بالتيس المستعار. لماذا؟ التيس كحيوان لما ينزو على أنثاه ماذا يقصد؟ قضى شهوته. يعني عكسا للمسلم لما بيتزوج ماذا يقصد؟ لا يقصد فقط قضاء شهوته، يقصد كمان تكفير سواد أمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعده بالعمل الصالح فيرده ثواب هذا العمل الصالح وهو في قبره ميت، كما قال عليه السلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن المسلم حينما يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته، وهذا أمر طيب لأنه يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام، هذا غير مستنكر، ولكن ليس هذا هو الذي يبتغيه المسلم. فهو يريد مع قضاء شهوته أن يحافظ على عرض صاحبته أي زوجته، وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة. التيس لما ينزو على أنثاه ما في عنده هدف لأنه حيوان، وإنما هالنزو هذا. كذلك لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شبه المحلل بالتيس المستعار. سبحان الله، وصل أمر بعض المسلمين إلى أن يضعوا مكان قول رب العالمين زوجا غيره تيسا مستعارا. هذا شيء فظيع جدا. قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهم أقاموا الزوج ووضعوا مكانه إيش؟ التيس. يا ترى ألا يصدق على أمثال هؤلاء قوله تعالى الموجه إلى اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الخير الزوج الشرعي. الزوج الشرعي شو صفته؟ ليست القضية شكلية كما يقولون، أن والله هذا التيس المستعار وافقت الزوجة ولي أمرها والشهود شهدوا عملية يقول عنها بالشام تركيبة، تركيبة في تركيبة. لكن إذا نظرنا إلى هذا التيس المستعار، هل يصدق عليه قوله تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ لا شيء من ذلك، لا شيء من ذلك سوى التحليل. إذن هو صدق رسول الله بما ألقى عليه مما مسمى التيس المستعار. هذا من جملة الحيل، كاستحلال الربا بما يسمى ببيع التقسيط، استحلال الفاحشة والزنا بالتيس المستعار. لذلك قال عليه السلام: لعن الله المحلل، وهو التيس المستعار، والمحلل له، وهو الزوج الذي لا يغار. كيف يرضى ما بين عشية وضحاها ينزو عليها التيس المستعار، ثم شكلا والله أعلم حقيقة ولا لا قال تمسك عدي، تمسك عدي، بعد منها بيطلقها الرجل ثم هو إيش بيتزوجها. هذا كله لعب على أحكام الله عز وجل. والذي يزني والذي يأكل الربا لا أقول خير، أقول شره
أقل من الذي يستحل التحليل وأقل من الذي يأكل الربا باسم ربا. أنتوا عم تشوفوا في الصورتين بقى، أنا عم أحكي عن سنتين سلبا وإيجابا. أي الذي يأكل الربا وبيعترف أنه ربا، هذا شر أقل ممن يأكل الربا وبيصبغ عليه صبغة الشرعية. ولذلك قال أهل العلم المحققون: شؤم المبتدئ، شؤم المبتدئ الذي يرتكب البدعة وخطره أكثر من الذي يرتكب المعصية. ولماذا؟ لأن الذي يرتكب المعصية عارف حاله أنه عاصي ربه، وربما يوما ما يتوب إلى الله عز وجل لأنه عارف شو عم يساوي. أما الذي يأكل الربا وقد صبغه بصبغة شرعية، هذا ما بيخطر بباله أنه يتوب. لذلك فالذي يأكل الربا ويعرف أنه ربا يمكن أن يوما ما يتوب إلى الله عز وجل، كما قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما ما دام الإنسان مقنع نفسه بأن هذا ليس ربا، فلسان حاله يقول: رب زدني رب زدني، فهذا لا يرجى أن يتوب. كذلك المبتدع الذي زين له سوء عمله، فهذا لا يمكن أن يتوب إلى ربه، وإنما يقول: زدني زدني. أما من عرف أن هذا الأمر منكر وهذه العبادة مبتدعة في الدين لا أصل لها، ومع ذلك هو يفعل هذا وهذا، فيرجى أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه عارف أن الذي يفعله لا يشرع. فهذا نوع من الاحتيال على أحكام الدين، أخطارها جدا شديدة وعظيمة في المجتمع الإسلامي، وهذا من عمل اليهود. ولذلك فعلينا في معاملاتنا اليوم أن نحذر أن نقع في الربا، لأن الذين يأكلون الربا كبنص القرآن الكريم إنما يحاربون الله ورسوله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زانية. درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زانية. وأخيرا يقول الرسول عليه السلام ما معناه: ما زاد مال من ربا إلا كان عاقبته إلى قل. وهذا مشاهد من كثير من المرابين الذين في كل مناسبة إما أن يعلنوا إفلاسهم في أموالهم، وإما أن يضعوا حدا لحياتهم بأن يقتلوا أنفسهم. عاقبة الربا إلى قل. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يلهمنا تقوانا، ولا نستطيع أن نكون متقين لربنا إلا إذا عرفنا شريعة ربنا التي جاءتنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم التزمناها، وإلا انصب علينا وعيد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ووعيد الأثر الذي جاء عن بعض الصحابة: ويل للجاهل مرة وويل للعالم 7 مرات. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل، ونسأل الله أن يعلمنا
ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا. تقريبا تكمل لسؤالنا الأولاني. تفضل. بدنا نعرف كيف نبيع ونشتري بالإسلام مختصر. هذا جواب لا يمكن أن يختصر قدر كيف بيع وشتري. احنا بياعين شرائي وكل يوم نواجه مشكلة البيع والشراء بالتصديق. بدنا حل. هو بديش دعاية الله يسعدك. مستورة ومرزوقة. محل البيع. فبدنا نحل نعمل حل لهالمشكلة. هو لو يوميا نواجه هذه المشكلة الشيء. لو حددت بارك الله فيك نوع البيع الذي أنت تتعاطاه. لو حددت. احنا نبيع ونشتري يعني بنشتري حديد بتشكيلاته مختلفة ونبيعه مش يعني مصنع سخانات شمسية وتنكات وما شابه ذلك. بدنا الحل بطريقة البيع. كل يوم نتعرض لناس تشتري نقدا وتشتري تقسيط. كيف نبيع؟ لا إذا كان هذا هو السؤال أنا بعتقد أنه هذا السؤال هو نفسه مختصر أولا وسبق الجواب عليه ثانيا. فعملك قبل كل شيء يعني عمل مشروع لا غبار عليه لأنه هناك في بيوع لأمور أشرت إليها آنفا أنها لا تجوز مثل الناس الذين يبيعون مثلا الأشرطة التي فيها الأغاني المحرمة أو الآلات الموسيقية أو نحو ذلك. فهذا مكسب سحت وحرام. أما وأنت عملك كما قلت شراء الحديد وتصنيعه لحمامات شمسية هذا نعم العمل ونعم الفائدة إذا ما ابتعدت عن البيع بسعرين. وسؤالك هذا يفسح لي المجال أن أعود إلى مسألة بيع التقسيط بزيادة على بيع النقد أو كما يقولون هنا بيع الكاش. أن الذي يبيع بيع التقسيط بثمن الكاش هو أشرع أولا وأربح له ثانيا. قد تحتاج إلى شيء من البيان والشرح. أما كون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد أربح له آجلا فهذا لا إشكال فيه وسبق بيانه لأنه درهمي قرض يساوي تصدق بدرهم. لكن أنا قلت أربح له عاجلا وليس فقط آجلا. هاي باب البيان كيف يكون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد هذا يكون ايش اربح له عاجلا كيف ذلك؟ وانا في اعتقادي لو ان التجار يعتقدون هذا الذي انا اقوله الان وسابينه بعد الان لو كانوا يعتقدون ذلك لا بطل وارتفع من سوق التجار بيع يسمى ببيع التقسيط. لكن اولا يغلب على الناس الاستعجال بالخير وعدم الصبر الذي فيه كل الخير. ثانيا يغلب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية ومنها هذا الحكم الشرعي. أنا أقول للناس تصوروا الآن تاجرين
كل منهما يبيع بضاعة واحدة، وكالة سيارات، وكالة ثلاجات، وكالة مثلا راديوات، أجهزة تسجيل، ما شابه ذلك، أي شيء. كل منهما يبيع من نفس الماركة والموديل، هل يبيع جاره، لكن أحد التاجرين يبيع على الشراء، أي سعر الحاجة عنده لا فرق إن كان نقدا أو كان بالتقسيط، سعر واحد. جاره سعر التقسيط عنده أكثر من سعر النقد. الآن تسألون جميعا، من كان منكم يتعاطى التجارة والبيع والشراء، ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله، أي تاجرين بيكون الزباين أكثر؟ الأول ولا الثاني؟ هل بيبيع بسعرين بيكون زباينه أكثر، ولا اللي بيبيع السعر الواحد سعر النقد أيهما بيكون زباينه أكثر؟ اللي بيبيع سعر واحد. وإذا سألنا لماذا؟ لأن الناس بيحبوا الرخص، فإذا وجد عند التاجر الأول السيارة مثلا من موديل كذا، من ماركة كذا، 10,000 نقدا بالتقسيط، 10,500. الأولاني بالتقسيط وبالنقد 10,000، الثاني بالتقسيط 10,500. مين بيدفع 500 مقابل التقسيط؟ كلهم بيروحون عند الأولاني. إذا هذا معنى كلامنا، أنه هل بيبيع بسعر النقد حتى في التقسيط، هذا بيكون أربح له عاجلا وآجلا. لكن الناس مثل ما قلت سابقا بيحبوا الخير يجيهم بسرعة. أنا أدري أن هذا التاجر الذي يصمم على أن يبيع بسعر واحد بلا شك رأس ماله بده يتوزع، بده يتوزع، لكن خليه يصبر كم سنة، هالرأس المال رح يجي، رح يضعف، ورح يقضي على سوق التجار الآخرين، هل بيظلوا بيستغلوا حاجة محتاجين وبيزيدوا عليهم مقابل بيع التقسيط. إذن هذا أشرع وهذا أربح، إلا أنه يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر. ومن الذي يصبر؟ الناس الماديين الدنيويين، هل ما بيفكروا فيما عند الله من الأجر؟ وكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، هل ما بيفكروا التفكير؟ بدهم يلا لأقرب وقت يحصلوا إيش الفوائد المضاعفة بسبب بيع التقسيط. أما رجل المسلم هو الذي يتسلح بخلق الصبر، فيصبر على أخيه المسلم الوفاء، ثم هو سيأتي بديل 500 بمئات، لأنه راح يجيب زباين بأفلان ما في عنده سعر مقابل التقسيط زيادة على النقد. إذن الناس رح يجوه يتخصصوا بالشراء من عنده، فستكون العاقبة له خير من الآخرين. إذن فأنت عليك أن تلتزم هذا ولا تفرق بين إنسان ينقد لك الثمن كاملا أو يؤجل لك الثمن كاملا أو نصفين أو إلى آخره. السعر واحد، يضاف إلى ذلك أنك تقنع بالسعر القليل، لأن هذا أيضا حيكون من أسباب إقبال الزبائن عليك، راح يكون عندك سببين كل منهما بيجعل الناس يقبل عليك ويرضى عن غيرك ممن يشاركك في نفس المهنة. أولا ما في عندك سعرين،
ثانيا قانع بالربح المعقول المشروع. وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسب، لكن الحقيقة المقابلة تعطينا هذه الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000، رجل تصدق بدرهم، واحد تصدق 100,000. يقول الرسول أبو الواحد سبق أبو 100,000. قالوا له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال هذا عنده درهم فتصدق به، ذاك أخذ 100,000 من عرض ماله، يعني ما بيحسش بإيش عم يصدق من كثرة المال، فتصدق به. لا شك أن هذا الذي عنده درهم فخرج عنه معناها أنه جاهد هواه جهادا كبيرا. أما ذاك الغني هل بمد إيده لجيبته وهو بطالب ولا بحل شطرة منه؟ مش سائل، لأنه عنده في الصندوق ملايين ما يحس بما يخرج منه. سبق درهم 100,000. الآن على العكس أريد أن أقول، هذا التاجر الذي يربح القليل عاقبة الأمر رح يتعوض له الربع الكثير من كثرة الزبائن اللي رح يجون عنده من التجار الآخرين بيطمعوا في الربح منهم. فإذا عليك بهذين الأمرين، أولا لا تعامل الناس بسعرين وإنما بسعر واحد، وثانيا أربح القليل يأتيك الكثير، ثالثا وأخيرا عليك بالنصح أن تتقن عملك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإتقان العمل هو من الواجبات التي يهملها كثير من الناس، سواء كانوا تجارا أحرارا أو كانوا موظفين في الحكومة. نحن بنلاحظ أشياء نتعجب من وقوعها في بعض الطرقات، في بعض الشوارع منشوف ماسورة الماء تنفجر، وبصير هالماء بيكسح الأرض في عز أيام الصيف. شو القصة؟ القصة أنه العملية في وصل المواسير ما كان فيها عمل، فيه نصح، فيه إتقان. تجي اللجنة المسؤولة وبتشرف على إصلاح هذا الفاسد، ما بيمضي شهر شهرين إلا تنعاد القصة نفسها. عندنا بالشارع هناك اللي بيسموه الآن جائر الفروسية، الظاهرة منشوفها طيلة السنين. شو معنى القضية؟ معناها أنه هذا العامل لا ينصح، والمشرف عليه موظف كمان لا ينصح، فالدنيا كلها ماشي غش في غش. فالدين النصيحة، يقول الرسول عليه السلام الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت بارك الله فيك من واجبك حتى تكون لقمة عيشك التي تحصلها بهذا السبب حلالا أن تتقن عملك. فإذا أنت في هذه المهنة بخاصة التزمت هذه الأمور، فأنا أرجو أن تكون من الذين يسعون في سبيل الله، ولو أنه لا يذهب إلى أفغانستان ويجاهد في سبيل الله. ذلك لما جاء في الحديث الصحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم وحوله أصحابه، حينما مر بهم رجل شاب جلد يظهر فتوته وقوته من انطلاقه في طريقه، فعجب أصحاب الرسول من هذه الفتوة والقوة، فتمنوا وقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله. فإذا هذا السبيل الإلهي يستطيع أن يطرقه المسلم في عمله الدنيوي الذي يقوم عليه لكسب قوت يومه، وإذا به هو في الوقت نفسه اللي عم يحصل القوت ومحصل المال، إذا هو يعمل في سبيل الله تبارك وتعالى. وقبل أن أنتهي عن هذا الذي حضرني من الجواب عن سؤالك، أريد أن أذكر شيء يفيد من الناحية العلمية. لما بدأت الحمامات هذه الشمسية تنتشر في البلد كثرة تساؤل: هل يجوز هذا الماء الذي تتسلط عليه أشعة الشمس فيسخنه، هل يجوز استعمال هذا الماء؟ لأن هذا اسمه ماء مشمس. فكثير من الناس بلغنا أنهم أفتوا بأنه لا يجوز. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطهر بالماء المشمس. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن علمنا شيئا من معرفة العلم الحديث الذي يمكننا من تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث. ومن جملة هذا علمنا أن هذا الحديث موضوع لا أصل له، وكنا نتعجب من بعض العلماء الذين عندهم فقه وليس عندهم علم الحديث يقفون عند هذا الحديث وبتسألوا لماذا ينهى الرسول عن الحمام عن الماء المشمس. تسمى تعاليل عجيبة جدا، وأنا بقول الحمد لله لعافانا، وبقول إنه الميت ما يستحق هذا العزاء. بعضهم شو بيقول؟ هذا النهي مخصوص بالأواني النحاسية. ليه؟ قال لأنه الماء هل يسخن في هالأواني النحاسية بصير بتحلل من النحاس مادة ناعمة جدا، فإذا توضأ أو تحمم بهذا الماء قد يصيبه ضرر، بخلاف ما إذا كان من معدن آخر. فلسفات عافانا الله منها بأن علمنا أن هذا الماء المشمس نعمة من الله تبارك وتعالى، خاصة بهالطريقة التي وصل إليها العلم في هذا الزمن. تجد الماء بدون أي كلفة إلا الكلفة الأولى، وهي ثمن العمل اللي يقوم به الأخ مثلا، ثم وصله تركيبه إلى آخره. وإذا به يأخذ الإنسان حتى في الشتاء في هذا اليوم البارد، إذا كان في هناك شمس الله ساطع على وجه الأرض بتلاقي الماء كأنه مغلي، وهذا كله بفضل الله عز وجل ورحمته.
ولذلك فهذا العمل الذي أنت تقوم فيه من حيث نوعيته فهو مفيد للناس، ومن حيث بقى تصرفك فيه فقد أوضحت لك الطريق وقد عرفت ألزم. نعم. ولد يسكن عند أبيه، الله يعينه، وأموال والده حرام. استعمل الابن هاتف والده ذات يوم في مصلحة تجارية، فاكتسب من وراء ذلك كمية من المال. هل هذا المال المكتسب حرام بسبب استعمال هاتف والده الذي اكتسبه؟ إن كان بعلمه حل وإلا فلا. إن كان بعلم الوالد حل وإلا فلا. عم يطلع مدان؟ ايش في هذا نشوف؟ كيف ذلك انه ماله حرام شيخنا يعني اذا ما كان بدون علمه؟ المال اللي اكتسبه هو يعني اذا كان هو ماله حرام انت بتشاركه يعني؟ لا ما شاركته. نص الكلام ما عليه جواب. بتشاركه انت في سلوك طريق لتحصيل المال وهو طريق حرام؟ يعني تعددت الأسباب والموت واحد. هو اكتسب المال بطريق حرام، فالابن إذا استعمل المال مال أبيه في خلته وغفل عنه وحصل بذلك كسبا، هذا يكون حلالا؟ لا رزقا. فإذا ما الذي أشكل عليه؟ هذا لازم يكون حرام ضاعف مرتين. طب اوضح لك الصورة شيخ. افهم علي شو عم اقول. هذا لازم يكون حرام مرتين، بينما انت ما رضيت مني ان يكون حرام مرة، وهذا جزاء اللي بلح. خليه فصل انا ما لي مانه، لكن انا خايف يقع بطابوسي الثالثة بقى نصيبه. يلا أنا شوف شيخ، أنا على فكرة لا أريد أن ترحمني، لكن أنا أريد رأي الدين والشيء الصحيح يعني حتى أوصل إلى وأنا ما أريدك أن تقول رأي الدين. الدليل الشرعي. الدليل الشرعي بدك هو الحكم الشرعي. هو الحكم الشرعي. أيوة نعم، وأنا قد فعلته. نعم لكن نشوفه. لكن نشوف. السؤال مش واضح، ويمكن في طريق لك توضح أكثر. تفضل. استخدم والده تلفون والده التجاري، طبعا قال لفلان من الناس انه عندي بضاعة معينة، عندي بضاعة معينة بدي ابيعها غير اللي بيعها والده، غير مصلحته المصلحة التجارية، وقال له بشرط واحد انه لا مش ممكن اجيب لك البضاعة الا ان تأتيني بمالك انت، بمال اللي بده بضاعة مني انا شخصيا حتى أثيره بالبضاعة. فجاب لي المبلغ، جاب لي المبلغ طبعا مع ربحي فيه، وجبت له البضاعة. فهل هذا أنا اللي اكتسبت الربح هذا الزائد يعتبر بالنسبة لي هذا حرام؟ هاي الطابوسة الثالثة. أولا أنت الآن ما بتشعر معي أن هذا الإنسان اللي عم تشير إله باع ما ليس عنده؟ ألا تشعر معي بأن الصورة اللي شرحتها وأبيت علينا إلا أن تشرحها، ألا تشعر معي بأن هذا الذي باع بهذه الطريقة باع ما ليس عنده؟ طبعا باع ما ليس عنده. طيب بس أنا شاعر كلمة طبعا ضعيفة. بعطاءه. لا أنا مثلا أنت طلبت مني البضاعة، طلبت مني هاتف. أنا رحت اشتريت بمال، اشتريتها بمال الشخص نفسه مش بمالي أنا. بمال الشخص نفسه وليس بمالي أنا. كوني أشك أنا في المال الذي معي، استخدمت أنا المال تبعه هو. قلت له انا مش مستعد اجيب لك البضاعة الا ان تأتين انت بالمبلغ كاملا، ووافق الرجل على هذا وجاب لي المال وجبت له البضاعة.
فقد بعت ما ليس عندك، صح ولا ما صح؟ ها ابو عبد الله تفهم انت وراي بخلاص. يلا شوف، خلي ابو احمد، خلي ابو عبد الله بيتفاهم وقرايبه. نضال تعرف كيف معنى بيت ملك عندك؟ تعرف انه في حديث بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في عن انه الانسان يبيع ما ليس عنده، يعني انت ما عندك كاسات لانه محلك بتبيع انت ادوات سيارات، قطع سيارات، وبعت لي كاسات والكاسات مش عندك غير شيهم من عند المواد اللي هي منزلية. الآن أنت الطريقة هاي استخدمتها ولا غيرها؟ لا هذه الطريقة. طيب هاي هنا الشيخ اللي بيقول لك على أنت بعت ما ليس عندك. لا تبيع ما ليس عندك. حديث في البخاري ومسلم. لا تبيع ما ليس عندك، وهذه من أنواع المعاملات التي يقع فيها التجار اليوم. واسمعوا يا من كان من الحاضرين تاجرا، ما بيجوز المسلم يروح مثلا عن تاجر الحديد أو تاجر الخشب أو تاجر السيارات أو قس ما شئت من أنواع التجارة، تروح تشتري مثلا 100 طن حديد أو شمينته وتدفع الثمن وخلاص أنت امتلكت هالأطنان بهالأثمان. ما بيجوز تبيعها لشخص ثاني إلا ما تحوزها، تفصل عن المكان الذي اشتريت البضاعة منه، تنقله إلى مكان يخصك أنت أو شريك لك أو تحطهم بالطريق مكان مأمول، المهم تنقل هذا المبيوع من مكان البيع إلى مكان آخر. هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام يقولون، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الشيء بعد أن نشتريه حتى نحوزه إلى رحالنا، حتى نحوزه إلى رحالنا. هذا اليوم يخالف الحديث، هذا يخالف من أسوأ المخالفات. تجار الصاغة والذهب، ونحن نعرف حوادث من سنين وقد تتكرر. شو بيسموها الأونصة؟ بيكون في لبنة ذهبية وزنها كيلو مثلا، قديش كيلو الذهب الآن؟ يقال مثلا كذا 1000 دينار. هذا الذهب عن تاجر كبير، بيجي التاجر الثاني بيشتري من التاجر الكبير كذا كيلو من الذهب، تسجل هذه الكيلوات من الذهب باسم التاجر الثاني، التاجر الثاني بيجي بيبيع لتاجر ثالث، والبضاعة وينها؟ لساتها في محلها. ثم قد تصاب البضاعة بهبوط فيصاب بخسارة من اشترى آخر مرة، فيصير سبب عدم انتقال البضاعة من حوزة التاجر الأول إلى الثاني إلى الثالث، أسباب خلافية فظيعة جدا. والعكس بالعكس، إذا ارتفع سعر الذهب بيتحكم البائع الأول وما بيرضى يسلم البضاعة هذه للشاري الثاني، وهكذا دواليك. من مثل هذه الوقائع التي نحس بها في زمننا اليوم، نحمد الله عز وجل أن بعث إلينا رسولا منا يعلمنا الكتاب والحكمة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. الحكمة هي السنة، بتخلينا نمشي على بصيرة، منها لا تبع ما ليس عندك، فهي مخالفة ثالثة.
نحن فعلا فهمنا شيء غير اللي أنت شرحته أخيرا، لكن حتى لو أنك أنت هالشيء اشتريته بمالك وحطيته في زاوية من دكانة أبوك وهو لا يشعر،